شو بتقول الأفلاك لمواليد الجوزاء بعد مرور 7 أيام من شهر نيسان أبريل؟ عزيزي مولود الجوزاء، عندك إمكانات تتاح لك مهمة جدا، بيتسلط عليك الضوء مثل ما قلنا الخميس 7 وبيكون كتير مهم لك. على الصعيد المادي في عندك إمكانات كتير مهمة، خاصة بين الجمعة والأحد، الجمعة 8 والأحد 10، بتتطور أمور أيضا لمصلحتك، بتتعرف لوجوه جديدة بهالأسبوع أو بتبلش علاقة استثنائية بتدعمك فئات بتنتمي لها بين التنين والتلاتة، التنين 11 والتلاتة 12، بفضل كوكب بعده ببرج الدلو والقمر بالأسد، وهالكوكب مارس يلي موجود بالدلو والقمر بالأسد بجسد لك بعض الأمال، لكن حذر من بعض الانفعالات ومن طبعك الاستفزازي بهالوقت، انت مستعد للهجوم للمواجهة، انتبه من تأثيرات فلكية سلبية يوم الأربعاء 13 والخميس 14، هاول يومين معاكسين جدا، كن لين بمقاربتك الأمور.